حاضر هشوف قناة ايه. يا اختي بدقلك اقفلي بقى. طيب فين الريموت بسرعة؟ في ايه؟ هات لبنى صاحبتي بتقولي حامد زميلي في الجورنال طلع في التلفزيون بيتكلم على القصر ومولع. ايوه هي دي القصر. فساد يا بيه. القصر بقدرة قادر بقى عنده 70 سنة. بقدرة قادر بقى عمره 70 سنة؟ ليه يا استاذ حامد؟ رئيس التحرير صاحب فاروق بيه. ابو مين؟ سلمى فاروق اللي بقت مرات مين؟ يوسف. ايه المجنون ده؟ هو طول عمره كده لا حامد ولا راضي. دي نسخة من كتاب راجل اسمه جوني منصور. جوني منصور ده اعتقد مؤرخ انجليزي يا استاذ حامد. ايوه كان عايش في مصر وقت العشرينات. بيذكر ان القصر موجود في مكانه من ايام ثورة 19. طلع كده قال حاسبه واحسبها معايا. البلد بتتباع. بتتباع بقول لك. بتتباع. هو حامد اتجنن ولا كلامه بجد يا يوسف؟ انت ادرى بيه. زميلك في الجورنال عارفاه اكتر مني. هو صحيح ضايع لكن ده بيتكلم عن اتنين المفروض ان انا اعرفهم اكتر من اي حد، انت وبابا. شكله عايز يعمل جو لنفسه. اليومين دول اي حد بيطلع في التلفزيون يقول اي كلمتين يبقى نجم. تفتكر؟ انا ما اعرفش نيته ايه بس واضح ان هو مش طبيعي. هو عايز يوصل لفكره ان انت وبابا ورئيس التحرير واكيد انا كمان متورطه معاكوا في تزوير تاريخ القصر. وبعدين استاذ حامد ده بيقول كلام كبير قوي يا سلمى. بلد بتتباع. بلد ايه اللي بتتباع؟ يقول اللي يقوله. انا مصدقه حبيبي يوسف لانه حبيبي ومفيش حبيب بيكذب على حبيبه، صح؟ المفروض. أنا زهقت. إيه؟ أغت؟ أغت بيانسي؟ إيه بيانسي؟ يوسف تعال هنا يا ولد. مدام سي با بوسيبل. شاك فوا يسونفوي. معلش مسيو معلش. روح يا يوسف اقعد وكمل الدرس مع المسيو. مش هقعد ومش هتعلم. وأنا قلت هتروح وهتقعد وهتكمل. وأنا قلت لأ يعني لأ. لو اتحركت هضربك. هتوجع جدتك يا يوسف والدور ده انا اللي هضربك. انت بتقف قصادي تزقني بالعصايه او هانك؟ خلاص يا خديجه هانا. شهر مفيش كلام بيني وبينك، مفيش اكل بيني وبينك. شهر لا اشوفك ولا تشوفني. مش مهم. انت قليل الادب ومش متربي، ودي اول مره امد يدي عليك فيها ومش اخر مره. اطلع فجور. مش هاكل ومش عايز اكل. هتاكل ومش لوحدك. من غير حديد هتاكله وتلعبه واني شويه وهجعدك ولو حد خبط اداري تحت السرير. هتاكلي معايا وصفة؟ الباقي في حياتك يا أصداف.
أمر الله وحده، ولازم كلنا نرضوا بيه لحد ما يجي أجلنا. أنا راضية الحمد لله وساكتة أهو. ونعم بالله، ونعم بالله. والله يا أصداف أنا مش عارف نقولها لك إزاي، بس المرسح اللي كلنا بناكله منه عيش حال واقف، والدنيا لازم أن تمشي. تمشي يا أبو صوتي، هو أنا اللي حشتها. بس مرسح من غيرك إزاي يا أصداف؟ ولو على الفيلم ممكن يكمل من غير المرحوم، ولا يا بحر؟ سمير يا حبيبي تعال جنب أمك، تعال اتعشيت يا قلب أمك؟ الحمد لله يا أمي. طب ما تبات معايا النهاردة. ماني ما تعودش يا أمي. على راحتك اللي تشوف. طيب يا أصداف احنا نسيبوكي ترتاحي شوية. بصوتي أنا روحي مش قابلة أني ننزل المرسح تاني، أنا حنفضلوا هنا. روحي ما بقتش عايزة من الدنيا حاجة. كلنا هنموت يا أصداف، كلنا هنموت. يا أخي أسكت بقى، أسكت بقى، أنت بتقول إيه؟ أسكت بقى. كملي يا أصداف. أنا روحي شافت كل حاجة في الدنيا بصوتي. خليني نلحق ونقعد معاها نشوفوها قبل ما تهمني على غفلة. أنت بتخرفي علي يا بحر، ورانا مرسح وأكل عيش، قول لها حاجة. على راحتك يا أصداف. على راحتك يا حبيبتي. اللي رايحك عامل ايه؟ قدامي عليك وعلى الفاظك ولا سمير. خليك جنب امك. حاضر بس انا مفيش بس. اسمع الكلام يا ولا وخليك جنبها. لا يا حبيب امك، اعمل اللي انت عاوزه. انا معايا ربنا كبير وحنين، هو مونسني. روح اعمل اللي انت عاوزه يا ولا. بص ايد امك يا ولا يا سمير، خد رضاها. للآخر، اتنين للآخر. مش قادر. هتقدر. حرام عليكي. يلا ايدي من الأول. واحد. مش قادر. انزل. اتنين. حرام عليكي، خلاص كده كفاية. عيب تبقى في سنك وتقول مش قادر. قوم. مش قادر بقى. تاني من الأول. عليكي. واحد. تاني. طب ما تاخد من بساطي. اداني بس انا عايز فلوس تاني نشتري كتب. انا هنقوم نتوضى علشان نصلي. لا هاتي الفلوس الاول بعدين صلي. طب ايه رايك تقوم تتوضى وتصلي بيا؟ ان شاء الله. هاتي الفلوس واني ندعولك. لا مش هندوك الفلوس الا لما تقوم تصلي معايا. يا ولا انا عليا صلاه تكفي العمر كله، مش عارفة امتى هنقضوها ولا نخلصوها. وهو أنا يعني هنقعد نستنوك لحد ما تصلي اللي عليكي؟ ده أنا يكون شعري شاب. يا ولد انت لسه صغير والعمر قدامك طويل. قوم صلي بيا يمكن ربنا يعوضني بيك. هو أنا يعني شفت حد بيصلي وما صليتش؟ لا شفت البساطي بيركعها ولا شفتك إلا اليومين دول يعني. الحياة لهتني، والعمر سراق بيسرق الكحل من عيني يا سمير.
طيب الحاج اديني فلوس قبل ما العمر يسرقني، وبعدين هتصلي ازاي وابنك شايل الهم؟ هاتي فلوس عشان ربنا يقبل منك. عاد الشر عليك يا حبيبي من الهم. يلا قوم ربنا يهديك، اتوضى وصلي معايا، ربنا يتقبل مننا يا رب ويسامحني على اللي فات. مهني بصراحه بقى لسه بحتار، وكل ما نقرا اكتر نحتار اكتر ونقول هو ربنا خلقنا ليه. استغفر الله العظيم يا رب، احنا اتخلقنا علشان خلقنا علشان نبقوا كويسين ونسمعوا الكلام وما نعملش الغلط. رأيت ايه المنيله دي اللي تخليك تقول الكلام ده؟ حرام. اللي رأيه مش حرام، الحرام اننا ما نسألوش هو سمير ابن أصداف والبساطي جه الدنيا عشان ايه. سمير جه الدنيا علشان يبقى حلو وكويس. طيب هاتي الفلوس واني هنبقوا كويس وحلو. لا مش هنديك فلوس علشان تملى دماغك بالكلام الفارغ ده. مش انت عيشت حياتك زي ما انت عاوزه؟ اتجوزتي كذا مره وغنيتي ورقصتي، خليني انا كمان نعيش حياتي زي ما انا عايز، ولما ربنا يهديني هنصلي. حاضر يا سمير. يا سمير لازم تفتكر حاجة مهمة أوي، الدنيا دي رقصة وبتخلص فجأة، ساعتها لا بينفعك نقطة ولا تسقيف. المهم النقطة، ادعي لي يا أم سمير. ربنا يهديك يا رب وينور طريقك ويكفيك شرك يا سمير. إبراهيم أنا قلقان. لا اثبت دخولك الحزب الشيوعي دي حاجة مش سهلة أبدا، وبعدين دي هتبقى مرحلة جديدة في حياتك. ربنا يستر. اهلا وسهلا يا شباب، عاوزكم تعرفوا انكم في حزب عظيم، حزب عالمي عريق، اتولد هنا في اسكندريه سنه 1922 على ايد جوزيف روزنتر وحسن العرابي وانطوان مارون. كمان عاوزكم تعرفوا حاجه مهمه قوي، ان السريه التزام. هتنفذ كلامك يا يوسف وتعمل القصر قصر فنون، ولا خلاص خدت القصر واتجوزت سلمى وما بقاش عندك حلم؟ وعيش انا وانت يوسف الرابع منين؟ من مرتب المكتبه؟ ولا قبل الشغل عند فاروق بيه بقى وننزل القاهره ونبقى نرجع هنا على فترات زي خطه فاروق بيه؟ ايه العلاقه هو يا كده يا كده؟ ما هو قصر فنون يا سلمى يعني يا اما يبقى انا وانت احرار وفقراء، او اغنياء ومش احرار. لكن قصر يوسف الثالث يعني مشروع وفلوس ومستقبل. لا فقرة فقرة بس حر. والله ولا تستحملي اسبوع واحد. جربوا هستحمل معاك، يبقى عندنا قصر فنون نعلم فيه الاطفال كل حاجه ونبقى مبسوطين. يوسف نوار كان حلمه يعمل القصر مبره، وانت يوسف نوار تعمل القصر قصر فنون. بس انا مش يوسف نوار. حفيده يعني. مخبي عليا يا يوسف ايه ما تقول؟ مش مخبي حاجه. لا مخبي، وشكلك مش مرتاح. قلت لك مفيش حاجة. مفيش حاجة. عارفة انك فنان وهتفهم قصدي. طب مش كنا قلنا ليوسف؟ نقول له ازاي بس يا اكرم؟ امال فين السسبنس؟ بقول لك احنا ما عندناش وقت. الأوضة دي غالية قوي قوي عند يوسف. عايزاه لما يرجع يلاقي تغيير، لمساتك، الوانك، وعايزه كل حاجه مش في مكانها، كانها هي ومش هي، انا عارفه انه لما يرجع هيتبسط قوي. حاضر. شكرا يا اكرم. الحقني يا بحر. خير يا بوساط؟ ولا سمير اتقبض عليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ليه اتقبض عليه طيب؟ معلش عرفني. معلش عرفني. خدوه مش لاقي صرفة. سمير يا بحر اللي طلعت بيه من الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا بساطي. معلش يا حبيبي، إن شاء الله خير. طب هما خدوه ليه؟ ده سمير ملوش في حاجة. إيه ده يا بساطي؟
ايه ده مش كده، ان شاء الله خير. انا ماليش دعوه بيهم، انا والله مالي دعوه بيهم، انا اسامه الزهار. شيوعي ولا مش شيوعي؟ لا باشا شيوعي ايه، انا ابويا شيخ، الله اكبر شيخ، هبقى شيوع ازاي يعني؟ اخوان يعني؟ ايوه انا اخوان. هتفرق ايه يا حلتها؟ هي دي الجنه؟ سمير. ايوه سمير يا اصداف. يا سيدي ان شاء الله خير، ربنا يجيب العواقب سليمه. عمل الولا ضرب حد؟ اتعارك مع حد؟ هو سمير وش خناق ولا عراك برضه؟ يا ريته ضرب حد، دول خدوه بتوع البوليس السياسي، يعني ممكن ما نشوفوش تاني يا اصداف. سياسي وسمير ماله ومال السياسه؟ مش عرفني. بنقولك يا اصداف، انت مشهوره ومتصيطه، يعني يمكن لو رحت لهم يبقى ليكي دلال عليهم وتحنين قلبهم على الولا. استني قفلت بابي على نفسي خلاص يا ودي. اصداف انت لو رحت اتكلمتي معاهم ممكن يسمعوا لك، ده مهما كان برضه سمير. طب يا فنانة مش تعقل الأستاذ سمير؟ ماله هو ومال المركزية؟ يعني إيه سيادتك؟ هو الولا عمل إيه؟ ده عضو في الحزب الشيوعي. إزاي؟ ده عيل لسه ما تمش 17 سنة، أكيد ضحكوا عليه. يا باشا إحنا ناس بتاعت مرسح ومغنى، ملناش لا في الشركسية ولا في الحاجات اللي بتقولها دي. وبعدين لو الولا غلط يتوب، ده حتى ربنا قبل التوبة. هو محتاج يتوب فعلا، لأن المركزية ديت لو أنت ما تعرفهاش دي كفر وإلحاد، دول بيقولوا إن مفيش ربنا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. لا إذا كان كده يا باشا لا لا، خليه عندك، خليه وربي، وما تخرجوش غير لو هو بيصلي الفرض بفرضه. والهاني ملابسه اسود ليه؟ اصل جوزي توفى من فتره قصيره. معقوله الاسود والحزن يخلوكي زي القمر كده؟ ده بس من ذوقك يا باشا، وسمير ابني زي ابن سيادتك ومامته في غلاوه الحبايب. انا هحاول عشان بس خطوتك عزيز عليا، ويا ريت المره الجايه لما نتقابل اشوفك في الوان تانيه غير الاسود، ترجع المرسح بقى تعزمينا. بس كده يا باشا عينينا تنورنا. سمير يا حبيبي يا حبيبي، كنا هنموت عليك من الخوف. أني أمك الحمد لله أنا كويس. مالك يا حبيبي سلمت؟ مفيش وجع بسيط بس من القعدة. ألف سلام عليك يا حبيبي، ألف سلام عليك. تاني مرة تبقى قاعد في قعدة مش تمام تلاقي فيها كلام عن السياسة تتسحب بشويش وتمشي وتدور على أقرب تليفون يا سمير وتبلغ عنهم وتروح يا حبيبي. يخون صحابي يعني يا بابا؟ ده كلام؟ لا يا حبيبي ما تخونهمش، لا أنت كده بتحميهم وبتحمي نفسك. طب نحمي نفسي وفهمتها، إنما نحميهم إزاي؟ أيوه بتحميهم لما يتاخدوا وياخدوا العلقه التمام يتربوا ما يعيدوهاش تاني، يبقى بتحمي نفسك وبتحميهم ولا لا؟ دي نظريه جديده دي. اسمع كلامي وريحني يا سمير. تاني حاجه البلد دي زي امك وابوك، يعني هي الاول وبعديها هاني واصداف، لا ليك دعوه تتغير ولا ما تتغيرش، احنا بتوع مرسح وفن وبس، العالم يجي يتفرج على فننا وخلاص، والبلد ليها ملك يا حبيبي، فهمت؟ واني طلعت ازاي؟ مين وسطتي؟ ده اللي اصحابي كلهم لسه جوه. امك اصداف ربنا يخليها لي، عمرها ما خذلتني ابدا. يلا بسرعه عشان نروح نطمنوها. يلا الله. ولا سمير بص ايد امك واشكرها. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، الحمد لله انك خرجت بالسلامة. وش معنى اني الوحيد في اصحابي اللي الظابط خرجه؟ عشان صادف حبيبتنا حنينة قلب الرجل عليه. وحننتي قلبه ازاي صدف؟ عادي، قلت له الحقيقة، قلت له اني ماليش غيرك يا حبيبي وانك اكيد صغير وضحكوا عليك. لا يا اصداف، الظابط خرجني عشان اصداف هاني ما راحت غمزت له وضحكت له، ومش بقيت كمان تكون رقصت له.
طول عمرك كسفاني. فشل تقليل الربايه يا ولد سمير. استنى يا بساطي، انا ما رقصتش للظابط ولا غمست له علشان نخرجوك. انا كل اللي عملته اني قلت له انك انت عيل، لكن من الواضح ان العيل كبر خلاص وبقى يشتم امه ويبق فيها. لكن اللي انت ما تعرفوش عن امك ان مفيش حد، لا عيل ولا جوز ولا جنس مخلوق، يعرف يشتمها ويكسرها. خد ابنك واطلع بره يا وديه. زعلش حالك يا اصداف، حقك عليا. أمر ملكي رقم 65 لسنة 1952. نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان. لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي باشا ماهر رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه. صدر بقصر الرأس 60 في 4 ذي القعدة سنة 1371، 26 يوليو سنة 1952. دي كلام فارغ ما يصحش. يعني ايه يمشي؟ يعني ايه؟ دي كلام فارغ. مالك بتبرطم ليه؟ يعني جلالة الملك يسيب بلده، بلد ابوه، بلد جده ويمشي؟ مين يا جد؟ احنا؟ ما يمشي بألف سلامة، عمال تعيط وتنوح كأنك من العيلة. ما تروق يا سعادة الباشا. انت تجلي أدبك على يسا؟ انت تتريق على ياسنا؟ والله نضربك انا على الاخر. الناس كلها فرحانه وانت بس اللي زعلان على الملك ليه؟ مين قال الناس كلها فرحان؟ في برضو ناس زعلان. انا زعلان؟ مين قال يمشي؟ مين قال ان الملك يمشي؟ لسه هيمشي لما تسمع صوت المدافع. معلش يا عم ياسا، كان هيجيبك في الوزاره الجديده مكان النحاس باشي. والله انت عليك ادب. خلاص معلش يا نبوي، معلش عمك ياسر راجل كبر وخرف، معلش لو رديت عليه عيب هيموت، وهو كده كده جرب، معلش سامحه. وانت هتجيب لي نفسك به ليه؟ روح ارتاح يا عم ياسر وزعل على الملك في اوضتك. روح هلم لي ماما. بس اوقف. سامعين؟ سامعين صوت المدافع؟ الملك طالع بره مصر المحروسة. احنا ممكن نشوفه من هنا. مين ده اللي طالع من مصر؟ تجننت؟ الملك فاروق اتنزل على العرش وطالع برا مصر ومش هيرجع تاني خلاص. بسم الله عليك يا خديجه. دخليني جوه، دخليني يا نمر. زعلانة قوي كده ليه؟ زعلانة على الملك؟ زعلانة على زمن راح يا يوسف، على زمن راح. اتغير القصر، اتغير الزمن، وتغيرت البلد كلها. يوسف الثاني بيزيد قربه من وصفه، وخديجة ونادر قلقانين وهم شايفين اللي بيحصل قدام عينيهم، واللي بينهم بقت حاجة معقدة جداً.
وهندية قاعدة بتتفرج على الأيام اللي بتصنع المعجزة. ما كفاية تسريح في البيت، هتقطعي شعرها. ملكش صالح، لازم تبقى نظيفة وحلوة على طول. حلو ما يكملش، يا ريتها كانت بتتكلم. مش بالكلام يا نبوي، السحر مش بالكلام، السحر في العينين والنظرة. يا ما ناس كانت غلابة وطلعت فوق. ما فهمش راسك فيها ايه، بس جلجان طول عمرك اللي في راسك يجلج يا هندية. هو ماله، الجلك خير برضك، الراس المرتاحة هي الراس اللي ما فيهاش حاجة خالص يا نبوي. خديجة هانم طول الليل والنهار تبرم بالعصاية بتاعتها، من ساعة ما جاله الملك مشى وهي اللي عارفة تقعد ولا تقوم. ربك لما يريد يا نبوي، لا اللي فوق هيفضل فوق ولا اللي تحت هيفضل تحت. شقلبتي راسي يا هندية، شقلبتي راسي، بقيتي زي ياسة، لا فاهمة حديتي ولا فاهم حديتك. سلامة راسك ألف سلامة يا نبوي. تعالي يا بنت يا وصفة يا جمر، انتي اما كحالك تعالي. خديجة هاني تعالي يا نادرة، عايزاكي. حاضر. خيري خديجة هاني؟ الصندوق ده يا نادرة في عمري كله، في كل هدية فرحت بيها من وقت ما كنت لسه بنت صغيرة في قصر أبوي خرشت باشا، ولحد النهارده لسه غاليه عندي، بس ايامها كانت اغلى منها. انا شفت ايام حلوه، مش هترجع تاني. ربنا يديك العمر والصحه. انا مش عارفه الايام الجايه ايه، بس عارفه انها هتبقى غير الأيام اللي عشناها. هادي انت هتبقي شاهدة على الصندوق يا نادرة، هنقفله مفتاحه يفضل معاكي، ولما انا ما يجرى لي اللي بيجرى للناس، يفضل المفتاح أمانة لحد يوسف ما يكبر. بعد الشر ليه تحمليني أنا بالأمانة دي؟ أنا مش حمل أمانة زي دي. ما عنديش غيرك، انت شلتي أمانة أكبر وحافظتي عليها. أنا جوزتك ابني، ما عنديش أغلى من يوسف. حاضر.